حياكم الله مرة أخرى أعزائي المشاهدين. اليوم بتكلم معكم عن ظاهرة الفراغ ويمثلها أبو سن أو عبودي باد. الفراغ هو شيء فارغ، أما الوقت المتاح للفرد خارج وقت العمل ويكون للشخص حرية التصرف في هذا الوقت، أو الفراغ العاطفي وفقدان الحب والحنان، أو فراغ فكري. طبعا كلكم تعرفون أن مشكلة الفراغ عند الشباب مشكلة كبيرة، فالشباب عندهم طاقات ونشاط كبير، وإذا ما يكون هناك خطة حكيمة لاستثمار هذه الطاقات قد يصرفها الشباب في أشياء مضرة مثل الزنا بحثا عن الفراغ العاطفي، أو الإرهاب بحثا عن الهوية، أو متابعة برامج تافهة، أو تبشيك مع العيال في القهاوى أو على البلوت بحثا عن المتعة المزيفة. ليش هناك إهمال لفئة الشباب في الدول الإسلامية خصوصا السعودية على الرغم من وجود فرصة الصلوات الخمسة بالمسجد؟ ولكن فئة الشباب مستفاد منها بشكل حكيم في الغرب على الرغم أن اجتماعات الكنيسة مرة بالأسبوع، أو في معظم الحالات يكون هناك نشاطات مختلفة خارج أي نظام ديني على اعتبار معظم الغرب ليبراليين هذه الأيام. بالنسبة لي أنا أقدر أشوف جذور المشكلة، وهو أنه محاربة الاختلاط في بلدنا تحت ذريعة الدين أدى إلى هذه المشكلة المستفحلة. هل تتفق معي بأن الطالب حيذاكر ويكون أشطر بالمدرسة لو كان هناك طالبات في الفصل؟ والعكس صحيح، طبعا الولد حيذاكر عشان يكون شاطر قدام البنت، والعكس صحيح، البنت كمان تبغى تذاكر عشان تبان شاطرة قدام الولد. ناهيك على أنه نظرة الولد للبنت حتكون مختلفة. ليش؟ لأنها مش حتكون شيء غامض بالنسبة له، كما أنه حيكون عنده فرصة التعرف على كيفية تفكير البنت. البنت تفكر بشكل مختلف عن الرجال، هذا حقيقة، فيكون لديه الاستغناء النفسي والفكري والعاطفي والثقافي. هذا ناهيك عن الشبع الروحي. فالكتاب المقدس يقول مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، أفسس 5:16. وأيضا يقول فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، تكوين 1:27. فالرجل مثل المرأة في نظر الله، الكل مخلوق على صورة الله. تعالوا يا جماعة الخير خلنا نصلي من أجل هذا الأمر، والرب يتدخل ويصحح مساره. شاركوني بهذه الصلاة، الرب يبارك فيكم. يا رب يا يسوع نعظم اسمك، نقدسك، لك كل المجد. يا سيد العظيم فيه فراغ فعلا كبير بين فئة الشباب، فراغ عاطفي، فراغ ثقافي، فراغ الوقت، فراغات كثير يا رب، فأنت تجي وتملأ الفراغ، لأنه أنت الألف والياء، أنت البداية والنهاية أنت يا سيد العظيم. مستحيل يكون في شبع بدونك. المرأة السامرية تزوجت 5 رجاجيل ما في شبع، لكن شبعت لما شافتك. فيا رب عطي شعبي أنه يشبعوا بأنه يشوفوك. اتحنن وتكرم على شعب السعودي يا رب الآن، اكشف نفسك لهم باسم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح كل تواضع. آمين.